أنا كنت قريب من هون لهيك فكرت إجي وآخذ الرسوم. إيه طبعاً شوي وبرجع. مو معقول قديش في ناس ما بتهمهم غير المصاري، حتى الشحادين أحياناً بيخجلوا كتير يطلبوا المصاري بطريقتك. ليكي أنا محترمك بس لأنك أكبر مني ولأنك إما لفيديكا، وإلا أنا كنت بعرف منيح كيف رد عليكي. شو رح تعمل؟ رح تضربني مثلاً؟ يلا تعا ضربني شي كف، خليني شوف قديشك واحد شجاع. يلا ماما ابني ماما. لك ماما انت شو عم تعملي؟ انا بعتذر بالنيابة عن امي. تفضل هدول هنن. انت عديتيهن قديش؟ ايه 50,000 روبية. ليك العرس قريب، دبري باقي المبلغ باسرع وقت ممكن، والا في ناس غيرك ممكن يشتروا البيت بسرعة. انت كيف فيك تبيعه يعني؟ امي فكر حالك بدك تعمل اللي بدك اياه. انا راح احكي بوضوح معكم انتو تنتين، معي وراء ملكية هذا البيت، لازم تعرفوا اني مو بحاجة اذن من حدا لحتى ابني بيعه. بحاجة اذن. انا فهمت عليك اخي، بس بترجاك وطي صوتك شوي. ليش لحتى وطيه؟ مين هون؟ ما في غيرنا، لهيك عم صرخ. اسمعي انت كمان، في عندك بنت. شوفي انت لازم تحسي فيني صراحة، عرس بنتي هلأ أهم من كل شي عملته بحياتي، لا هالبيت ولا الإحساس اللي عم عيشه كل يوم. أيوة أصلاً كيف بيتجرأ وبيجي لهون؟ صدقيني هو عم يجي لهون عبيتك ليهينة، وأنت عملتي كل شي بتقدري عليه لحتى تأمني المصاري. أمي أنا شو قلتلك؟ ما أنا مضطرين نترك البيت، خليني حل هالموضوع بطريقتي. بعدين آريا وين هلأ؟ أمي لو سمحتي قولي لهذا الشاب، ولا قلك أنا رح أتصرف. أمي ما بعرف كيف يا ترى بدها تحل الأمور، يعني شو بدها تعمل؟ ايه آريا بنتي انتي خلصتي دروسك الإضافية؟ ماشي طيب. انا عرفت انك مرة مالك عادية من اول مرة شفتك فيها، بس ما كنت بعرف انه لهي الدرجة. أنا مصر هلأ أنه لازم أتعرف عليكي، لأنه ظاهر ما في مثلك بكل هي الدنيا. أنت عجبتيني كتير، ما عم تسعدي حالك بس بدك تسعدي اللي حواليكي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.